ماما حياة، مثل ما نحب نقول لك اهلا بيك بدبي، اكيد بيتك الثاني. شنو يعني ليش تكريمك اليوم؟ وايد يعني لي كثير، يعني لي لان سنه زايد الف رحمه تنزل عليه، فاكيد راح يكون التكريم مميز. وانا الكاميرا مني ولا مني؟ فانا سعيده جدا بهذا التكريم، وخاصه ان مهرجان مميز وانا سمعت عنه كثير، وهو 9 سنوات صار لي، يعني يعتبر مهرجان عريق، السنة الثانية في دبي. فقلت لك يعني السنة مميزة بالنسبة لي، والمهرجان انت شايفة شلون الترتيب والذوق فيه، فالله يتمم على خير. حاضرين أي عمل فني لرمضان؟ نعم، حابين تفاصيل؟ مع حصة قلم، لا تفاصيل لا، العنوان مع حصة قلم عن امرأة تنسى، وعلى طول معاها ورقة وقلم. وهذا عمل يعني دور جديد أعمله، أول مرة أعمل هاي الشخصية. عملت طبعا بسني عملت أعمال كثيرة متنوعة، ولكن هذه الشخصية بالذات أول مرة، يعني شخصية جديدة على الأدوار اللي أنا عملتها، أن امرأة تمشي وبدينا لازم ورقة وقلم. على فكرة يمكن هذا يكون واقع كثير من النساء الحين، يعني أنا منهم، علشان ينسى، فعشان افتكر شنو عندي باكر لازم اكتب ورقه وقلم. فجت الشخصيه هاي لقيتها مطابقه لي. ورقه وقلم ولا تستخدمي سجلين على نوت بالتليفون؟ النوت انسى اني اسمعه. طيب ماما حياه، ما تفكرين ترجعين تسوين مسلسل ثاني مع سعاد عبد الله؟ اذا كان هناك نصيج معنا وحلو ليش لا، بالعكس طلال الشغل معها حلو. اليوم احنا نشوف كثير في مهاترات بالسوشيال ميديا، هل انت مطلعه على هالشيء؟ لو انت مطلعه شو توجهين نصيحه للفنانين الشباب؟ انا ما طالعه ولا لي علاقه بهالوسائل هذه، انا بس حدي انستغرام زين، واشوفه من خلال اخرين زين، ولا عندي اي لا مواقع ولا فيسبوك ولا 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 شيء. انا ضد هذا الشيء، لان الاستمراريه فيه تؤدي الى الغلط، والغلط ممكن يكبر ويشمل. خاصة اللي حصل بالآخر هذا من بعض الفنانات، أنا جدا مستاءة منه، ومو حلو، لأنه ممكن دول تختلف والسبة كلمة من شخص، فمو حلو، أنا ضد هذا الشيء. شكرا كثير حبيبتي. شكرا.